هذه كل هذا القتال لكي أسرق مروحية غبية. ياس ايوه انفجري انفجري. واو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو أيوب، واليوم أتيت لكم بالحلقة جديدة من لعبة GTA San Andreas، وهذه الحلقة 76 من سلسلة تختيم لعبة GTA San Andreas، فهيا لنبدأ. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just got to get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. لا أحد يجيد قيادة الطائرة. Or me. مروحي عفوا. I'll fly it then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. نقود المروحية. حسنا يا أصدقاء، الآن قال سي جاي لقد حصلنا على الدراجات للشرطة، ووزي اهتم بأمر البزات الشرطة، ولم يتبقى سوى شاحنة مدرعة ونعيد طلاءها بشعار كازينو كاليجيلوس، لكن ووزي قال لما لا نسرق واحدة منهم ومعها المال، فرفض سي جاي لكي لا يقبض على فريقه من أجل تلك السرقة الغبية. أوكي. لكن زيرو اقترح علينا فكرة، قال لما لا نستعمل المروحية لحمل الأشياء الثقيلة لنسرق بها شاحنة كازينو كاليجيلوس، وهكذا لن يتم القبض علينا لا من قبل الشرطة ولا لن يكشف أمرنا من قبل عصابات كاليجيلوس. إذن من أين سوف نتجه؟ حسنا، الآن علينا الذهاب إلى مستودع الجيش وسرقة المروحية هناك، لكن الباب لا يفتح إلا لسيارات الجيش، لكن سنحاول إيجاد طريقة لكي ندخل بها. سنلقي نظرة وسوف نحاول. أنا محظوظ سأدخل قبل أن يغلق الباب. أوه، ما الذي حصل؟ سأستخرج السلاح ونستعد. هذا يريد سأتي إلى انتبه. كان هذا واو، انظر الى الدم. لحظة، واخيرا استعدت دمي، لكن بطريقة الغش. انا اسف جدا، لم اكن اريد استعمال اطلاقا الغش في التختيم، لكن لم يبقى لي اي خيار اخر، لان هذا الامر صعب جدا. هذا الاحمق هو الذي كان يسدد علي، والان سوف اقتله هناك. بوم. يس، اصبته. جيد. من يسدد علي؟ من اين ياتي الرصاص؟ سأحاول إيجاد مدخل. أعتقد أن هنا. واو، من يسدد علي؟ أنا لا أرى أي شيء.
You wanna get blasted, fool? أوه، هناك في الأعلى هناك، نعم رأيته. تخلصت من خذ هذه وهذا كذلك، سوف أقضي عليه. هيا جيد. ذلك الشخص بعيد جدا، لكن سأحاول القضاء عليه. وهناك واحد آخر. انظروا انظروا هذا الى هذا. يس استطيع. هذه كل هذا القتال لكي اسرق مروحية غبية. هناك اشخاص اخرين مخبأون هناك وراء تلك الصناديق. حسنا جيد. بوم بوم بوم. أين تلك القنبلة التي أخذتها للتو؟ أين هي؟ أريد القنبلة. اجلس اجلس. هناك واحد في الأعلى بعيد جدا. الآن أين الدرع؟ لقد أخذت الدرع. انظر الى هذا الصندوق، لا شيء يحمله. اتمنى الا اجد مفاجأة هنا. نعم يس خذ هذه. نعم ايها الغبي، ايها الجندي الاحمق. واو سنان. اعتقد باننا اقتربنا. انتم يا اصدقاء ان لم يمكنكم استخدام الجيت باك الحقيبة الطائرة وتطيرون مباشرة الى المروحية، لكن انا لا اريد استخدام تلك الطريقة لانني اريد ان اصور لكم فيديو ان يكون ممتع لكم يا اصدقاء فيه القليل من الاكشن والى غير ذلك. من يسدد عليه؟ هنا. حسنا لقد رأيته وقضيت عليه. والان ماذا؟ مروحيتان. اعتقد بانني سوف اقاتلهم بهذه الاشياء. هيا كيف انفجري. واو حطمت الطائرتان، حطمت المروحيتان، والآن لم يتبقى سوى سرقة تلك المروحية. ونذهب لأخذ سرقة شاحنة كازينو كاليجيروس. هل هناك مفاجأة أخرى؟ حسنا ها هي المروحية وأخيرا. هيا اصعد يا سي جي. الآن علينا الذهاب إلى شاحنة لشاحنة البنك الخاصة بالكازينو كاليجيروس. ها هي الشاحنة، لقد اقتربنا منها. الآن كيف سأحملها؟ هذا هو السؤال. حسنا انزل. لحظة هكذا. كيف أنزل هذا الشيء؟ نعم تضغط على صفر ثم تحمل تلك الشاحنة.
هيا هيا طير بها. اصعد اصعد لكي نبتعد من هنا. واو حسنا هيا الان لننطلق. رأيتم خطة جميلة جدا لسرقة شاحنة. اعتقد بانني ساحتاج الى وقت كثير لكي اصل الى المكان المطلوب، لكن انا بصراحة لا اعلم المكان بالضبط، لا اعلم المكان بالضبط. اين هو المكان؟ هذا هو المكان. نعم انه المطار القديم او المطار المهجور. واخيرا وصلنا الى المطار. حسنا هيا هيا هيا. كيف ارفع هذا الشيء؟ انا لا اعلم كيف ارفعه ولم اجرب حتى. حسنا واخيرا. Hey CJ, you never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. واو كل هذا العناء لكي نسرق شاحنة واحدة. اخيرا يا اصدقاء قمنا بإنجاز المهمة، وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. فأتمنى أن يعجبكم الفيديو، فإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا دعمنا بلايك وبالاشتراك في القناة، ولا تنسى نشر المقطع مع أصدقائك لكي يصل إلى أكبر عدد من الأصدقاء. كان معكم أيوب أو يوبي، إلى اللقاء.